بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات تراب كود بارتيكولر. هنتكلم النهاردة على حاجة سريعة كده، إزاي نقدر ننشئ سحب، مش سحب وبس، يعني ممكن نفس الطريقة دي للتراب، للدست، للمؤثرات الجوية، الكلام ده كله. إزاي نقدر نعمل الكلام ده ببارتيكولر؟ طريقة سهلة، مفيش فيها أي مشكلة خالص، وكله من الكلام اللي اتقال قبل كده. هنروح ناخد كومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، ونختار اي بريسيت تعجبك. بعد كده اعمل اوكي. بعد كده هنروح للاير نيو سوليد، وهنختار من او هنكتب الاسم بتاعها وليكن مثلا كلاودز، ونعمل اوكي. بعد كده نحط البارتيكولر، دبل كليك. مبدئيا انا بقول عايز سحب، يعني انا معنى كده ان انا عندي مسطح من البارتكلز او فيلد من البارتكلز. المسطح ده علشان اعمله ما تنفعش ان الاميتر يكون بوينت. هروح للاميتر، والاميتر تايب بتاعه هقول له بوكس. بعد كده نكبر بقى البوكس بتاعنا من الاميتر سايز، نفتح الاميتر على الاكس، زود زي ما انت عايز، وعلى الواي افتحه سنه بسيطه بس، وعلى الزد هنفتحه قوي عشان نفتح اول مره واحده شيفت واسحب، بحيث يديلك بعد زي ما احنا شايفين كده. بعد كده تعالوا نزود عدد البارتكلز شويه، تمام، ولتكن مثلا ممكن تبقى 300. بعد كده عايزين نبقى فوق السحاب، يبقى البوزيشن بتاع الاميتر على الواي نزوده شوية كده. بعد كده اهوت، لو احنا خدنا بالنا هنلاقي ان لو احنا مشينا هنلاقي ان السحاب بيتوالد بالشكل ده كده، وانا مش عايزه بالمنظر ده، تمام. وفي نقطة كمان مهمة قوي، اني عايز ان الفيلوسيتي، تمام، تكون زيرو، بحيث يبقى واقف مكانه بالشكل ده كده، بس انا مش عايزه بوب اب كده، مش عايزه يطلع مره واحده. علشان كده هاجي لبري ران. بري ران دي على فكره اللي عنده بارتيكولر 1.5، بري ران موجوده هنا في بارتيكولر 2، لكن في 1.5 اضغط على اوبشنز، تمام، هتلاقي بري ران موجوده في الركن اليمين اللي فوق. حدد المقدار اللي انت عايزه بالنسبه المئويه، خلي بالكم بري ران انا هقول له خليها لي ولتكن 50%، بحيث يبقى السحاب اصلا موجود. ممكن اخليها كمان 100%، 100% عشان ما يحصلش اي توالد خالص بالشكل ده كده، يبقى هو اصلا موجود. بعد كده نفتح بارتكل لايف بير سكند، تمام، بارتكل تايب. البارتكل تايب عندك يا كلاودلت يا سموكلت، ده في الواحد ونص او في اتنين، كلاودلت و استريكلت. لكن انا هاخد كلاودلت واكبر السايز بتاعي، تمام، بالمنظر ده كده كده كتير قوي، ولكن هخليها مثلا 80، والراندومنس هخليها 100%، اخلي دي مثلا ولتكن 60، والاوباستي هقللها اخليها مثلا ولتكن 10، والاوباستي راندوم خليها مثلا 70%. طبعا كل القيم دي مش ستاندرد، انت براحتك زي ما انت عايز. شفتوا السحاب بيعمل ازاي؟ لو احنا عملنا زيرو هنلاقيه بيبوب اب، يعني بيطلع مره واحده كده. المفروض يبقى سموز، يعني يبقى في نعومه في الحركه بتاعه السحاب، علشان ما يبقاش زي ما انتوا شايفين كده عمال بيطلع كأنه بيتحط في مكانه. يعني شفتوا المنظر؟ طبعا ما ينفعش. عشان نعالج الحتة دي من الاوباسيتي اوفر لايف، اللي هي الكيرفات اللي احنا كنا بنعملها لو تفتكروا، نختار كيرف سموث ان وسموث اوت بالشكل ده، هنلاقي ان ما عادش فيه بوب اب. شايفين الموضوع بقى سموث خالص، بقى فيه سموثنس او نعومة.
تعالوا نشوف الثانية اللي عدت دي، ولا نستنى ثانيتين؟ تمام، نستنى كمان شوية. كده مثلا شوفوا كده بقى فيه سموثنس، بقى فيه نعومة. طيب تعالوا نغير الراندوم سيد، وليكن نخليها مثلا 100، بحيث يبقى يعني نوصل لشكل، اعتقد الشكل ده حلو. بعد كده بقى عندنا مين؟ عندنا ممكن لو حبيت انك انت في الفيزيكس تعمل رياح، ما فيش اي مشكلة خالص. انا ممكن نعمل رياح على الزد. على فكرة في بج في بارتيكولر عامة باصداراته، لما تيجي تحرك اي بارامتر بالماوس هنا، تمام، بتلاقيه قفل وفتح وعمل حاجات غريبة كده. هنخليها بالسالب. تمام، لو رحنا كده يا كده جاية في وش الكاميرا، ممكن نزود كمان شوية. ممكن تبقى سالب 150. لو احنا عايزين نشوف من غير ما نتقل، روح على الريندرنج وقول له انا عايز ان الريندر ما يكونش فول ريندر، يكون موشن بريفيو، عشان تشوف حركتك او دي اتجاه، شوف اتجاه البارتكلز جاي ناحيتنا علشان الرياح. طبعا لو انت حابب انك تعمل ويند على الواي مفيش مشكلة، لكن ما اعتقدش ان احنا هنعمل ويند على الواي. على فكرة الويند على الواي بالسالب تبقى عكس اتجاه الجاذبية، عشان ما تلخبطوش. طيب ما اعتقدش ان احنا هنعمل اي حاجة تاني. تمام، فنشوف كده رام بريفيو، ننزل تحت اقول له ريندر فول ريندر. شوف كده اللي احنا عملناه. زي ما انتم شايفين الشكل جميل وواقعي جدا، لكن شفتوا التدريجات دي؟ لو تفتكروا قبل كده قلت ان انا الحركة دي، يعني لو انا مشيت كده عند حتة مثلا، ايوه الحتة دي كده، شايفين التقطيعة دي؟ التقطيعة اللي انا شغال على 8 بت بير تشانل. طيب لو انا عملت كنترول، متأسف، الت، ضغطت خليتها 16 بت، زي ما انتم شفتوا التدريجات اختفت، بقى المنظر انعم، بقى سموث، ما بقاش فيه اي مشاكل. طب تعالوا نظهر الموضوع ده اكتر من كده شويه. لاير نيو سوليد بي جي تحت طبعا. بعد كده نروح على افكت ايه، لا مش افكت، نروح على لاير واحط لاير ستايل، واخد جراديانت اوفرلاي المنظر ده، واقول له جراديانت اوفرلاي اديت جراديانت. ممكن اخلي دي برتقاني، ممكن اخلي دي ابيض مصفر. كده مثلا الكلاودز نفسها، ممكن ان انا اروح على لاير نيو ادجستمنت لاير واحط هيو ساتوريشن واقول له كلرايز. تمام، و اعمل كلرنج ليه السحب. هو بقى ده مشكلة البارتيكولر، تمام، في حتة الادجستمنت لاير دي. طيب نشيل هيو ساتوريشن مش مشكلة، ونحط فاست بلر. تمام،
ريبيت اتش بيكسلز، وليكن مثلا هخليها ب 10 بكسل بالشكل ده كده. ممكن حتى اغير الخلفيه بدل اللون اللي انا حاطه ده كده، واروح لإيديت جراديانت اخلي ده وليكن في درجات الازرق، واخلي الابيض ده برضو في درجات الازرق بالشكل ده كده. ممكن اودي كده كده بقى بالشكل دوت. احنا بس هنشيل دي عشان ما تقللناش الدنيا. اعتقد نغمق سنة اللون ده واللون ده برضو، نغمق سنة كده كده. لو احنا بقى جينا نعمل ريندرينج، طيب ما قبل ما نعمل ريندرنج تعالوا ايه نحط كاميرا. layer new كاميرا اخليها مثلا 35 اوكي. شكل كده عدد البارتكلز عايز يزيد، شكل كده عدد البارتكلز عايز يزيد، وليكن مثلا يبقى 400، والسايز ممكن برضو شكله كده ايه برضو عايز يزيد شوية. كده معقول. تعالوا نعمل انيميشن للكاميرا. انيميشن بسيطة قوي، نتك بيه طبعا مش محتاجنا الاوبجكت ولا حاجة، لان نتحرك على بوزيشن واحد ونروح عند 4 ثواني مثلا ونزق الكاميرا لقدام. شفت؟ بص بص اللي حصل كده، كانت راحة كويس وبعدين قلبت مرة واحدة. طيب القلبة دي اقول لكم ليه، لان لو انت جيت في التوب شفت كده اللي حصل ايه، انا لو مشيت كده شفتوا قلبة الكاميرا دي ليه؟ لان الكاميرا في الحالة دي حصلت الاند اوف فيو اللي هو اخر حاجه بتبص لها، ده التارجت بتاعها. بعد كده تقلب وترجع عكسي، فانا اعمل ايه؟ اختار التارجت زي ما انا مختاره كده، شيفت ووديه مثلا هنا كده. كده يبقى انت ضمنت ان الكاميرا كده تفضل ماشيه معاك تمام، مفيش اي مشكله بالشكل ده كده. عرفتوا العيب ده يا جماعه؟ عشان ما حدش يحتار في الموضوع. ممكن كده مثلا ونشوف بقى. طبعا انت جيت هنا مثلا كده، فممكن نيجي عند دي ونخليها 800 تمام كده. وممكن ان احنا لو نزلنا تحت نخلي الاوباسيتي ب5 والراندوم اوباسيتي نعليها شوية ولتكن 80 بالشكل ده كده. طبعا انت بقى ليك الحرية انك انت ليك الحرية طبعا انك انت تكبر حجم البارتكلز زي ما انت عايز، تصغره زي ما انت عايز، دي بتاعتك. لكن ما اعتقدش ان السحاب هيبقى فيه اي حاجة غير كده. بطرق على فكرة يا جماعة، بطرق مشابهة تمام، ممكن تعمل التراب وممكن تعمل المؤثرات الجوية. شكرا ليكم، كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.